توعد من واشنطن وعلى لسان الرئيس الأمريكي تحديداً بالحسم خلال ساعات، وتصريحات لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية بشأن معارك مستمرة للقضاء على تنظيم الدولة، وصور تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي لقتلى من المدنيين وأطفال يجلسون فوق أشلاء وجثث متفحمة. ربما يلخص ذلك ما يحدث في آخر جيب أو موقع لتنظيم الدولة ببلدة الباغوس بريف دير الزور الشرقي. أي حسابات للإسراع في الحسم بأي شكل وبغض النظر عن الكلفة الإنسانية؟ وماذا بعد القضاء المرتقب على التنظيم في سوريا؟ تقرير رأفة الرفاعي. دمتم بخير وإلى اللقاء بحول الله. توعد من واشنطن وعلى لسان الرئيس الأمريكي تحديدا بالحسم خلال ساعات، وتصريحات لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية بشأن معارك مستمرة للقضاء على تنظيم الدولة، وصور تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي لقتلى من المدنيين وأطفال يجلسون فوق أشلاء وجثث متفحمة. ربما يلخص ذلك ما يحدث في آخر جيب أو موقع لتنظيم الدولة ببلدة الباغوس بريف دير الزور الشرقي. أي حسابات للإسراع في الحسم بأي شكل وبغض النظر عن الكلفة الإنسانية؟ وماذا بعد القضاء المرتقب على التنظيم في سوريا؟ تقرير رأفة الرفاعي. دمتم بخير وإلى اللقاء بحول الله.